ننتقل في هذه الأثناء إلى رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا رائد بك دائما. ويعني دعنا نبدأ من حيث انتهينا الآن فيما يتعلق بعوائد السندات العالمية والأمريكية التي تسجل ارتفاعات تثير قلق الأسواق. إلى أي مدى هي تنتقص من فرص سوق الأسهم، وإلى أي مدى هي تعطي مؤشرات على أن العالم ليس بخير؟ للأسف طيب، يعني نحن ننظر إلى هذه الإشارات على أنها إشارات سلبية لنمو الاقتصاد العالمي، وأنه نرى بأن سوق السندات تحديدا مع ارتفاع عوائد السندات أي ارتفاع المخاطر بشكل عام، وذلك يعني ترجمت ارتفاع المخاطر هي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتكلفة السندات، وبالتالي العائد على السندات للحصول الدول على الأموال تحتاج إلى دفع عوائد أعلى. وهنا النقطة الأبرز، لأنه في عندي ضغط كبير على الاقتصاد العالمي ولا سيما الاقتصاد الأمريكي على وجه التحديد. رأينا كيف سندات العشر سنوات وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 23 عام. إجمالا نحن اللي نحن عم نشوفه حاليا ضغط كبير متأتي على أسواق الأسهم، ومتأتي أيضا على يعني ممكن يكون البارقة الوحيدة أو الإيجابية الوحيدة في أسواق الأسهم هي قطاع التكنولوجيا في الوقت الراهن، ولكن جميع القطاعات تحت الضغط، وعلى رأسها راح يكون عندنا القطاعات المرتبطة بالائتمان بشكل كبير. وبالتالي نتحدث عن القطاع المصرفي وعن القطاع العقاري، كلاهما سوف يكونان متأثران بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا ما وسوف يتجه فعليا الفيدرالي إلى رفع أسعار فائدة جديدة لمجابهة التضخم، وبالتالي هذا الرفع في أسعار الفائدة سينعكس سلبا بشكل واضح على الاقتصاد وعلى وجه التحديد القطاعين الأساسيات اللي أنا ذكرت لك إياهم راح يكونوا أول من يتلقى الصدمة. نعم رائد، يعني الملفت لدينا أيضا في ظل المكاسب اللي سجلها مؤشر الدولار عند أعلى مستوياته في 10 أسابيع، لكن أيضا الذهب اليوم عم نلاحظ ارتفاعات واضحة وقدر أنه يستعيد مستويات الـ 1900 دولار بالنسبة للأونصة. اليوم هذا المسار برأيك إلى أي مدى قادر الذهب أن يصمد عند هذه المستويات خلال الفترة المقبلة؟ يعني اليوم سجلت ارتفاعات طفيفة لأداء الدولار الأمريكي للذهب، وطبعا ضعف للدولار الأمريكي مؤقتا خلال تعاملات اليوم أمام معظم نظرائه والعملات العشر الرئيسية كانت بارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، والسبب في ذلك أنه هو عدم الوضوح واقتراب موعد جاكسون هول وخطاب جيروم باول، وبالتالي ذلك أثار نوعا ما بعض التوتر في الأسواق. تراجع أداء الدولار الأمريكي، وشفنا أيضا ارتفاعات في أسواق الأسهم التي أدت إلى ذلك. إجمالا ما نريد أن نشير إليه أنه في عندنا الذهب حاليا عند مستويات 1900 دولار للأونصة. شخصيا ووفق النظرة الفنية نحن نراها مستويات مناسبة للبيع بالاتجاه الهابط، بنتيجة توقع أنه جيروم باول سوف يأتي بخطاب تشددي، راح يكون في هوكش بخطابه تماما كما حدث في جاكسون هول العام الماضي، وبالتالي ذلك سوف يعزز من انه يكون الحديث يعني وفق الاستبيان الاخير الذي قراته راح يكون في او اكثر من الثلثي الذين قدموا رايهم اشاروا الى انه راح يكون في عندنا 80% جيروم باول سوف يتحدث بلهجه تشدديه، وان التضخم لم يتم التغلب عليه بعد، بالتالي يحتاج الى رفعات اكثر في اسعار الفائده. ترجم ذلك ان الدولار الامريكي سوف يكون مرشح للارتفاع، وبالتالي الذهب ممكن يكون تحت الضغط، وربما تكون المنطقة الحالية عند 1900 دولار للأونصة مناسبة جدا لموجة البيع. طيب سيد رائد، الكل الأنظار اليوم تتجه صوب جنوب إفريقيا، ويبدو أنه مجموعة البريكس تهدد بكيانات اقتصادية كبرى خارجها. إلى أي حد تجد بأنه هو مجرد اجتماع شكلي، أم أنك بالعكس تقول في ظل المؤثرات الخارجية الجديدة هنالك قوة جديدة ستظهر على السطح؟ يعني شيء لا يمكن إنكاره أبدا رولا، أنه في عنا تنامي في الأصوات وتنامي في الثقل والتأثير المرتبط بالبريكس والمشاريع المستقبلية الكبيرة التي تتجه تحديدا إلى التغلب على هيمنة الدولار الأمريكي وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا على المشهد العالمي، وبالتالي الدول البريكس تسعى
إلى أن تحقق يعني هذا خلينا نقول الاستراق لهذه الهيمنة من خلال طرح مشاريع إما كانت مرتبطة بعملة جديدة منافسة لأداء الدولار الأمريكي، أو الحديث حتى عن علاقات مصرفية جديدة أو بروتوكولات مصرفية جديدة تستغني عن البروتوكولات التي الأمريكية المعتادة حاليا. وبالتالي ذلك يعني خلينا نقول ما في دخان بلا ما في نار بلا دخان، أو بمعنى آخر الموضوع يتضخم بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالبريكس وتأثيره على الأسواق أصبح أكثر حساسية. ونرى هشاشة أيضا المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يزيد حقيقة من المطالب بأن يكون في عندنا بديل لهذه العملة التي انخفضت وفق بنك التسويات الدولية شعبيتها أو نسبة تعاملاتها اليومية من أكثر من 70% إلى ما دون 70%. نعم، خاصة أن البريكس يعني تطلع فيه روسيا، جنوب أفريقيا، الهند، الصين، البرازيل، هذا مجموعة قوية تنافس. شكرا جزيلا لك رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، شكرا لك.